Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old. We don't need no education. Hey you, يا أنت. هناك في البرد تصبح وحيدا وتتقدم في العمر. هل تستطيع أن تشعر بي؟ يا أنت، لا تساعدهم على دفن الضوء، لا تستسلم بلا قتال. يا أنت، لا تخبرني أنه لا يوجد أمل. يا أنت، مع بعضنا نقف ومنفصلين نسقط. هاي المقاطع من أغنية Hey You يا أنت من ألبوم الجدار لفلاسفة الموسيقى فريق البينك فلويد، كان إلها وقع السحر على قلب وعقل المخرج العبقري ألان باركر، وأشعلت مخيلته بشكل مدهش وقادته لتقديم أروع التحف السينمائية في التاريخ. والحقيقة لم يشهد تاريخ السينما هذا التناغم والانسجام في الأفكار بين طرفين زي اللي حصل بين باركر وبينك فلويد. عشان هيك كان المخرج في غاية التميز والتأثير على المتلقي، بحيث صار صعب إنك تسمع وتستمع في ألبوم الجدار بدون ما تشوف المؤثرات البصرية اللي قدمها باركر في الفيلم. المخرج البريطاني الراحل ألان باركر اللي اقترن اسمه بفيلم الجدار عام 82، انولد في العام 44 لأسرة مكافحة وظل وفي لهموم الناس البسطاء لآخر أيامه، وبتمتد مسيرته السينمائية من منتصف السبعينات حتى عام 2003 اللي هو تاريخ إنجاز آخر أفلامه حياة ديفيد جيل. وهو فنان شامل، موسيقي ومصمم ورسام، أخرج 15 فيلم طوال مسيرته الفنية، أبرزها قلب الملاك في 87 وفيلمه الفائز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان بيردي، وحياة ديفيد جيل بال2003 اللي دعا فيه لإلغاء عقوبة الإعدام، وفيلم قطار منتصف الليل بال78، بالإضافة طبعا لتحفته الفنية اللي أدانت العنصرية ضد السود وعرضتها في فيلم المسيسيبي تحترق بعام 88. فيلم الجدار واحد من 5 أفلام موسيقية أخرجها باركر، وتحولت كلها لتحف بصرية، منها فيلم إيفيتا سنة 96 اللي بيحكي عن المصير السعيد والحزين لإيفا بيرون اللي حكمت الأرجنتين وتحولت لملهمة لشعبها، وباكزي ميلون سنة 76 واللي بتدور أحداثه بشكل مرح حول حرب عصابات بيقودها أطفال مسدسات وبنادق تطلق كريم الكيك بدل من الرصاص، وفيلم بعنوان الشهرة سنة 80 رصد فيه تطلعات وأمال شباب موهوبين في معهد الفنون ومعاناتهم في طريق الشهرة الطويل، وعن علاقتهم بأساتذتهم وبعضهم البعض. والخامس بعنوان الالتزامات سنة 91 عن مجموعة موسيقيين بيسعوا لتكوين فرقة غنائية. كل أفلام باركر فازت بجوائز كثيرة ومتنوعة، وكان نصيبها 10 جوائز أوسكار و10 جوائز جولدن جلوب و19 جائزة بافتا، لكن للأسف هو شخصيا كمخرج ما فاز بأوسكار أفضل مخرج. ورغم أنه معظم هاي الأفلام نجحت تجاريا وحققت جوائز أوسكار وبافتا وجولدن جلوب، لكن هذا ما منع باركر من التأكيد دايما أنه صنايعي أفلام مش مخرج، لأن السينما بمفهومه تستوعب كل الفنون بشرط جاذبيتها للجمهور، وهي رؤية وموقف من عالم رأسمالي استلب إرادة الإنسان وحوله لكائن مغترب. وهذا الفهم هو بالضبط محور فيلم الجدار سنة 82 وثيمته الأساسية اللي استمدها من فكرة ألبوم فرقة البينك فلويد الإنجليزية اللي كانت مسكونة بالسؤال الأزلي اللي رافق الإنسان من البدايات عن معنى وجوده وجدواه طالما كانت نهايته الموت. باركر اللي بيعرف كويس إنه السينما هي الوسيط الأكثر حظ في طرح الأسئلة الإشكالية اتشارك مع قائد الفرقة ومؤلف كلماتها أغانيها روجر ووترز في كتابة سيناريو الجدار اللي بيستلهم الحياة الملتبسة والكئيبة لأحد أعضاء الفرقة، ووظف فيه الرسوم المتحركة مع أغاني فرقة البينك فلويد واستخدام الإضاءة المبتكرة والقطع السريع بالإضافة للفلاش باك
وبالفيلم منتابع هلوسات بنك الكئيب وهو بيسترجع طفولته المأساوية، بدءا من مقتل أبوه في الحرب ومرورا بنظام التعليم القمعي اللي بيصادر حرية الفرد وبيحوله لكائن خانع ممسوخ، وانتهاء بالسلطة القامعة. ورؤية باركر وبنك فلويد بتشوف انه دايما في جدار بيفصل الانسان عن اللي بده اياه، فبيلجأ لتحطيم كل اشي، لكنهم في النهاية كفريق تركوا الباب موارب قدام الغد الانساني المشرق من خلال اطفال بيحملوا انقاض الجدار المهدم. اهم شيء بيميز فريق بينك فلويد اعتمادهم منهج البوم الفكرة، بحيث انه كل البوم له فكرة رئيسية واحدة، واغاني الالبوم كلها بتناقش هاي الفكرة، يعني كل أغنية من زاوية معينة بتناقش الفكرة. وهذا كان منهج المخرج العبقري باركر اللي كل أفلامه بتدور حول الحرية الإنسانية والقمع والاستيلاء بالرأسمالي للإنسان. وهي كانت نقطة اللقاء بينهم اللي تحولت لتحفة بصرية لا يمكن تمل من مشاهدتها. فمشاهد ركض الجنود تحت قصف الطائرات، والحمام اللي بيتحول لطائر أسود مخيف، وأطفال المدارس اللي بيتحولوا لأمساخ، والمعلم اللي بيصرخ في التلاميذ، والخوف والقلق اللي بيتحول لغضب، والإنسان العاجز عن مجارات الأحداث وبيظهر كأنه حجر صغير في جدار عظيم بيستمر في الامتداد والبناء وهو مش أكثر من ترس صغير في عالم الميكان الكبير. هي مشاهد لا تنسى بالتأكيد، لأنه سيمفوني من الرموز والدلالات ومزيج من الرسوم المتحركة والجرافيك والواقع. الفيلم اللي بيبدأ بلقطة لشاب محبط بيتحرك الكاميرا على السيجارة اللي أوشكت أنها تنتهي بدون ما ينتبه، في دلالة للوقت والعمر اللي بمر من الطفولة للشيخوخة وضياع أحلام الطفولة وأمل الشباب اللي بتنهار وبتسقط زي رماد السيجارة. بتذكر الشاب أبوه اللي راح للحرب في لقطات فلاش باك، وبيستعرض لقطات من مأساة الحرب عن الجنود المصابين وصوت الدمار والطيارات اللي بتحول لتوابيت في لقطات تحولات مختلفة بالجرافيك. والفيلم مليء بالتفاصيل الكثير والرموز والدلالات. وفي مشهد ثاني طفل بنك بيشوف قطار بيتحرك وبيطلع من شبابيك وجوه أطفال في صورة أمساخ، وبينتقل من هاي اللقطة للمدرسة وحركة المدرسين الآلية مع جرس الحصة، والمدرس في الفصل بيوبخه لأنه بيكتب قصائد شعر في كراسته كتعبير عن القهر، فالتلميذ بيصرخ في وجهه المعلم والمدرس أو الموظفين بيقمعهم مدراءهم، والمدير بتقمعه زوجته، وكلها لقطات بتعبر عن العنف المجتمعي في المدرسة والبيت والعمل وكل جوانب الحياة. الفيلم بيحاول يوصل رسالة أنه العالم مش بحاجة للحسابات والآلات بقدر ما هو في حاجة للمحبة والسلام، لأنه كل إنسان غاضب هو مطرقة جاهزة لتحطيم الجدار بين الإنسان والآخرين اللي بناه انعدام العدالة والقمع والاستلاب. فالمخرج بيرصد كل حادث بيتسبب في وجع بنك اللي بيشبهنا جميعا، وبيعتبره لبنة إضافية في جداره المتنابي باستمرار. فحياته بدون أمل وطفولة بلا أب وأم متسلطة ونظام تعليمي مستبد هدفه إنتاج تروس بتوافق عجلة المجتمع، وحكومة بتعامل مواطنيها مثل قطع الشطرنج. ألم باركر رحل، لكن بعد ما حطم جداره وأمضى حياته مقاتل وما استسلم في أي يوم دون قتال. طبعا ما تنسوا تتابعونا على شبكة منصات في برنامج زوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقول لكم حياكم الله.